السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر اهم اخبار الرياضة السودانية الصدر صباح اليوم. ابرز ما جاء فيها: المريخ يغسل اكسبريس الاوغندي بهدف التش ويعبر افريقيا، والهلال يتأهل رغم تعادله مع باسل للدور القادم من الابطال، اشتباك بين مجلس حازم وسوداكال في الابيض وتدخل الوالي، الهلال يواجه ريفرس النيجيري في دور ال 32 لأبطال أفريقيا، وزاناكو الزامبيا ترشح وينتظر المريخ. بوجود مجلسين متشاكسين في المقصورة، خلافات في الأبيض بسبب القناة الناقلة لمباراة المريخ الأفريقية، وهل الخرطوم يوجه الشرطة بإغلاق نادي المريخ أمام مجلسي سوداكال وحازم مصطفى ومذكرة عاجلة لاتحاد الكرة. طرد قناة الخرطوم الفضائية بواسطة قوة من الشرطة من ملعب الأبيض بعد بداية مباراة المريخ والإكسبريس. فاروق جبر يكشف أسرار التأهل ويحذر من الكيني. اتحاد الخرطوم يدعم الأهلي ضد حيدوب. إيقاف جمعية الهلال. استجاب 6 وساط من الفاشر للأبيض. في سابقة خطيرة سوداكال يستنجد قبيلته لحكم المريخ. فورموسينيو يرفض التعادل وغارزيتو يقر بصعوبة المباراة. لجنة أمن ولاية الخرطوم تشدد الإجراءات الأمنية لدخول الأطراف المتصارعة إلى نادي المريخ. حسن برقو يكشف عن احتياط صغور الجديان بملاعب مصر حال قرر الكاف حرمان السودان من اللعب على أراضيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم بمتابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.